ودي تاني حاجة انا هاخد غيارين معايا، يعني احتياطي برضه، انا هاخد دي وهاخد دي، دول من ايه الحاجتين اللي هتلف فوق. طبعا انا ما نسيتش نفسي، بس في حاجة غنونة خالص لسه ما نحطهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في قناة يوميات محمود وسهر وعائلة محمود وسهر، وبنشكر كل حبايبنا اللي بيدعمونا، طبعا بنشكرهم جدا جدا والحمد لله احنا بدعمكم بنكبر بيكم، وفرحانين جدا جدا بلايكاتكم ووقتكم معانا. والنهارده ان شاء الله هيبقى الفيديو جميل جدا لكل حبايبنا اللي لسه ربنا رضاهم او ما رضاهمش، ان شاء الله ربنا يرضي كل مشتاق يا رب. النهارده هنجهز شنطه البيبي الجميله دي. بس في قبل ما نعمل اي حاجه، في سؤال مهم جدا لازم اجاوب على حبايبنا. يعني انت يا سحر بتقولي بطنك بنتي وهي ولد؟ لا والله العظيم، انا بقسم بالله العظيم ان انا بطني بنتي، والاشاعات قايله لي كده. ان شاء الله باذن الله خلاص انا يعتبر في الشهر الاخير باذن الله كده، ربنا يكمل الجميع على خير. هتشوفوا برضو الحقيقه، بس انا والله العظيم في بطني بنت مش ولد، والله العظيم انا بقسم لكم بالله ان انا في بطني بنت، وانا مجهزه كل حاجه في البيت. والله اعلم الاشاعه كانت في انجي برضو بنتي، كانوا بيقولوا لي ولد وجت بنت عادي يا جماعه. بس انا يعني برد لحبايبنا ان انا والله مش بكذب، عارفين ان انا ومحمود بالذات ما فيش فينا حته ان احنا مثلا نقول لا ده بنت وولد، كله زي بعض وربنا يرضي كله مشتاق. والنهارده ان شاء الله نجهز شنطة البيبي الجميله دي، كان المفروض يبقى محمود معايا بس مش موجود راح يشوف المستشفى كده عشان في شويه حاجات لازم يعملهم ويدفع الفلوس بتاعتها. باذن الله دعونا كده ربنا يقومنا بالسلامه، وحبايبنا اللي حابين ندعي لهم اكتبوا لي في التعليقات اساميهم، وانا ان شاء الله باذن الله هدعي لكل امه محمد وربنا يرزق كل مشتاق. واول حاجه هنعملها النهارده ان شاء الله باذن الله الشنطه الجميله. طبعا احنا كنا موريين كل حاجه جايبينها، دي الشنطه اهي اول حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي الشنطه اهي ما شاء الله كبيره، هتاخد هدومي وهدوم نونو، بس زي ما انتم شايفين كده كبيره واسعه. يعني انا هحط الارضيه بتاعتها كده. طبعا الحاجه كانت بتبقى معايا في كل الولادات اللي فاتت دي، ان شاء الله هي على قريب هتبقى هنا. خلاص يحيى قرب يعني خلص امتحانات، قرب يخلص امتحانات هيبقى موجود معايا. خلاص هاني تفاحه دي بقى مش قبل. طبعا زي ما انتم شايفين كده اول حاجه بنجهزها الشنطه، في حاجات مهمه بنجيبها وفي حاجات مش لازم نجيبها، بتجيبيها عادي وانت والده يعني استعمال كده ايه خفيف. بس انا بوري حبايبنا اللي لسه بيجهزوا واللي لسه هيجهز. انا المفروض ان انا في الولاد كلها بجيب كل يعني كل حاجه ديت، ما اختلفناش في حاجه وما جددناش حاجه، بس هو ايه بنوري حبايبنا. كان في الولاد التانيين ما كانش في فيديوهات ولا كان في قناه يعني، بس انا ان شاء الله النهارده البنوته الجميله هنوريكم بقى كل الحاجات اللي احنا جايبينها معانا. اول حاجه الشنطه هي احط في الشنطه ايه حبايب قلبي، اول حاجه الكوفرته عشان لما بييجوا يلبسوا نونو تبقى الهدوم بتاعته على الوش. اول حاجه هحطها الكوفرته بتاعتي، طبعا هشيل التيكت دوت كبرت زي ما انتوا شايفين اهي متطبقه هون يا حبايبي، بس هحطها كده عشان ايه ايه الشنطه ما شاء الله كبيره. اول حاجه طبعا ايه هحط الكوفرته معايا بقى الهدوم ايه بتاعت النوم الجميله. بصوا يا حبايبي انا واخده دي الحاجات الجميله القطقوطه دي، تقريبا انا لما غسلتها كشت مش كبرت. ودي تاني حاجه انا هاخد غيارين معايا، يعني احتياطي برضه، وانا كنت طبعا غسلها عشان اعقمها، عشان كل ما بتغسل الهدوم بيبقى فيها تراب واتربه وحاجات من الشارع فبنعقمها. وبصي يعني بتحس كمان بالفرق بعد ما بتتغسل، قبل ما بتكون مغسوله وبعد ما بتتغسل، اول ما يعني ما بتكون لسه مش مغسوله بتحس ان هي القماشه ناشفه كده مش طريه، انما ما بتتغسل وبيجي عليها ميه بصوا ما شاء الله مشيتها عامله ازاي، ونظافه برده يا حبايب قلبي وتعقيم، وبتبقى ايه صحيه بالنسبه للجو اللي احنا فيه. انا هاخد دي وهاخد دي، دول من ايه الحاجتين اللي هتلف فوق. طبعا معايا الداخلي هاخد واحده هنا وهاخد واحده هنا يا حبايبي بنص برده، يعني الغيارين مع بعض هاخد واحده بنص هنا وواحده بنص هنا، وهاخد واحده بكم اهي واحده بكم برده معايا تاني، لان النونو لسه هيبقى لازما بيقعد على الاقل 40 يوم او شهر لكنه لسه في بطن الام. ليه؟ عشان بيبقى الدفى وبيكمل الكالسيوم بتاع جسمه في الهدوم، لازما يبقى اكنه في دفايه. طبعا ده غيار كامل اهو ببنطلوني يا حبايب قلبي. طبعا ما احنا قلنا نغير كام قطعه، ادي معايا 1 2 3 4 5 معايا كده 5 اهم. ده اول غيار للنونو الجميل هنروح حاطينه فين في الشنطه. تاني غيار برده نفس الايه نفس الكلام اهو معايا بكم، بس انا واخده حاجه بقط عشان تبقى ايه يعني بغير بدل الكم بقط. وهندلعها شويه في الصيف بقى، معايا واحده بكم واحده بنص والتانيه الايه اللي هي على الوش والبنطلون. ده كده معايا غيار كمان اهو يا حبايب قلبي، انا واخدهم احتياطي بس كده. معايا غيارين في الشنطه،
كده خلاص ايه قلنا كده معايا غيارين ومعايا الكوفرت. طبعا البامبرز هو بجيبه مقاس 2 او مقاس 1، بس انا بجيبه مقاس 2 ليه حبايبنا اللي هيسالوني انت جايباه كبير انا مش جايباه حبس الولاده، عشان السره لسه بتبقى فيها المسبك بتاعها، فانا ما بقى ايه لازم اجيبه كبير عشان لما اجي اتنيه من فوق كده ما يحاولش يجرح السره بتاعت البيبي، عشان حبس الولاده بيبقى صغير جدا وبيبقى ضيق عليه. فكل ما الكادلس تبقى واسع عليها البامبرز هو بيبقى واسع من هنا، وتجيبي كوتش انا جايباه كوتش نضيف اهو جميل، فكل ما يكون واسع عليها هي بتبقى ايه مستريح. طبعا انا جايبه 3 بس على ما ربنا امي مستلمها هجيب ايه بعد كده بكده. طبعا معلم المناديل المبلله بتاعه الطفل، طبعا عارفين ان الطفل اول ما بينزل بقى حبايبنا ايه الممرضين وكده بيحموه بيظبطوه، انا بستعمله بعد كده على طول معايا المناديل المبلله دي، بمسح له بقى تحت رقبته هنا، بمسح له بيها وشه ايديه، بنعقم برضو حاجات فيها، هي جميله جدا وصحيه للبشره، هي ما لهاش ريحه. في كذا من نوع مناديل، انا جايبه النوع ده جميل قوي شركه جونسون، نفس نوع الزيت ونفس نوع الحاجات اللي انا جايباها. المناديل دي جونسون يا جماعه جميله جدا، ملهاش ريحه وجميله ومش ما بتعملش حساسيه للطفل عامه، يعني جميله جدا. انا جبتها وما تخلص هجيب غيرها ان شاء الله. ادي كده ايه كده معايا حبيب قلبي كده ايه رابع حاجه معايا، رابع حاجه في الشامبو معايا شامبو زيت جونسون برده جميل قوي، ومعايا شامبو معايا الزيت والشامبو نفس نوع يعني نوع واحد الاثنين جمال جدا ولهمش رائحه بيبقوا كويسين، بنحمى الطفل بيهم وبندهن جسم الطفل بعد ما بيستحمى بيه كده ايه حاجه البيبي كلها احنا لسه ايه بنوريك. ومعايا البودره، البودره دي جميله يا جماعه بستعملها في كل الولاد، وانا قلت برده هجيبها للبنوته الجميله، هي طبعا موضه خلاص بقى يعني يا حبايبنا في حاجات طلعت احلى واجمل، بس دي على فكره يعني انا مربيه العيال كلها عليها كانت كويسه، جبت نوعها برده قلت كويس ان انا لقيتها، هي جميله جدا اهي زي ما انتم شايفين، اسعار كويسه وكل حاجه كويسه يعني. معايا طبعا البيبرونه، انا الحمد لله رب العالمين ولادي كلهم ولادي كلهم ما استعملوهاش، يعني كان بابام بيجيبها كنتش بجيبها صراحه يعني وهي موجوده معايا، بس بابام كان بيجيبها لي بعد ما بولد كانوش بيستعملوها، سبحان الله بقى انا جبتها هي، هي نظيفه كويسه جدا طبعا، وانا هعقمها يعني قبل ما ان شاء الله قبل ما امشي هغسلها واعقمها، هي بتبقى بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده في كذا نوع، عايزه تجيبي الصغيره هاتي، عايزه تجيبي الكبيره هاتي، انا جبت اي حاجه قدامي بس عشان ايه برده احتاجنا نعمل كراويه ليسون اي حاجه، بس دي طبعا انا جايباها من البلاستيك بتاعها نظيف زي ما انتم شايفين كده، بصوا هعقمها هعقمها تعقيمه حلوه بميه سخنه اغلي لها ميه اهي حبايب قلبي، عشان حبايبنا اللي لسه ايه اول مره اهو زي ما انتم شايفين كده، ده طبعا الغطا ما اقدرش استغنى عنه لان هو اساسي معايا في الببرونه، البيبرونه دي حكايتي يا حبايب قلبي عشان على ما الام تبقى كويسه يعني تبقى كويسه وتتحسن اللي موجودين حواليها بيراعوا ايه يعني بيدوها اي حاجه فيها كروية يسون بقى حاجات الاعشاب الطبيعيه اللي بنديها لها فيها، دي كده ايه بقيت حاجه البيبي. طبعا انا هعقمها قبل ما احطها برده في الشنطه، بس انا بوري حبايبنا اهي انا مش هحطها في الشنطه عشان هعقمها اخليها خليني فاكراها يعني. طبعا انا ما نسيتش نفسي بس في حاجه صغنونه خالص لسه ما نحطها. حاجه صغنونه ده الشراب بتاع النون اخر حاجه في شنطه البيبي الجميله هنحطها دون ونقول لها ايه خلاص كده يا نونا شنطتك خلصت نخش بقى على شنطه ماما انا طبعا هقول ما نسيتش نفسي بس انا جبت حاجات بسيطه كده، انا اول حاجه جبتها ليا وبجيبها في الولاد برده كلها، وبس كنت اول مره اجيب الصابون انا كنت بجيب الديتول اللي هو الازايز كانوا بيطلبوها مني يعني في اي مستشفى كنت بجيبه، بس انا جبت الصابونه الصابونه افضل برده ان شاء الله لما اقوم بالسلامه هتشطف بيها وهغسل بيها ايديا وهيبقى اللي معايا برده هي ايه هيغسلوا ايديهم بيها، هي كويسه جدا وهيبقى معايا الكحول بقى وكل حاجه، بس اول حاجه انا بجيبها الصابونه اهي صابونه ديتول جميله جدا كل حبايبنا يجيبوها اللي افضل من الديتول ما تبقاش ريحته فقع قوي اللي هو الازايز، ودي جميله جدا اول حاجه. طبعا دي في الشنطه ايه الجميله بتاعت النور لازم احطها فيها. طبعا تاني حاجه معايا دي فوطه قلوه كبيره جدا انا بستخدمها وساعات ما بستخدمهاش لو يعني لو انا مش لو ما فيش حد طلعها او ما فيش حد جابها عادي، فبنجيب بامبرز كبير برده بنستعمله اللي هو العائلي الكبير او الاولويز، انا من الافضل احنا بنستعمل ايه الاولويز لان كده كده بتبقى موجوده معاك في البيت دي ما بتتقطعش من البيت خالص بتبقى موجوده معانا، انا جايبه العبوه الكبيره تبقى افضل وفيها عرض وهي سميكه هي كويسه عشان حبايبنا ما يروحوش يجيبوا حاجه تغضبهم، انا بجيب الحاجه الاكبر. بص يا حبايب قلبي هي المفروض ان ده الحجم الكبير، ده الحجم الكبير اهو زي ما انتم شايفين مش الصغير ماشي عشان حبايبنا ما يروحوش يجيبوها صغيره وتبقى ايه مش كويسه. طبعا انا مش بحطها كلها معايا في الشنطه حبايبنا يركزوا معايا، انا مش بحطها كلها انا بحط دوما بس معايا في الشنطه اهم احتياطي مش اكتر، مش بخلي دي بقى معايا هنا ايه في البيت، انا كده خلاص بخلي دي معايا في البيت واحط اللي انا فتحته برده مش بناخدها كلها،
بحيث ان اللي بيفتح ما يبهدلهاش او هي ايه حرام يعني تتبهدل. فانا كده ايه تاني حاجه من حاجتي معايا الفوط ومعايا صابونه ديتول. طبعا محمود بقى نقل شويه هدوم على ذوق بس جمال قوي. يا محمود عندي قال لي لا انا هجيب لك شويه هدوم كده جمال ايه تلبسيهم. ايه رايكم في اللون الجميل دوت؟ انا بحب اللون ده قوي. دي جلابيه دي حاجه بنص كده جميله جدا. بصي يا حبايبي المفروض ان انا هلبسها ايه ان شاء الله لما اقوم بالسلامه احطها برده. انا بقول له هات حاجات غامقه بيقول لي لا الوالده بتلبس حاجات ايه بتلبس حاجات فاتحه. فديت إيه اول حاجه هي من الهدوم بتاعتي هحطها دي حاجه بنص كم كده هحطها ايه في الاول. ودي حاجه برده كده ده بنطلون ستريتش انا بجيبه ان شاء الله ما يعني كويس حلو برده طري عجبني جبته قلت هجيب اتنين كده يبقوا احتياطي معايا هاخدهم برده معايا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وممكن اخد واحد بس لا انا هاخدهم الاثنين احتياطي. طبعا هنظبطها الشنطه وهرستها بس عشان ايه الفيديو ما يطولش على حبايبنا اكتر من كده. ودي كمان عبايه بنص كم بس دي انا هخليها في البيت عجبتني جبتها زي ما انتوا شايفين كده. عبايه بنص كم يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهي دي انا هخليها برده انا عجبتني ومشيتها قلت هجيبها للبيت حاجات ايه كويسه في البيت. طبعا دي انا ايه هخليها في البيت هنا. واللي عليا دي برده يا حبايبي انا طبعا ان شاء الله المولد هتبقى الهدوم كويسه عليا زي ما انتوا شايفين كده ولونها عجبني برده وجميله. وبكده تكون الفيديو بتاعنا خلص. جهزنا شنطه النونو طلعتش ايه ما طلعتش صعبه ولا حاجه ولا مكلفه زي ما انتوا شايفين كده. هنقفل الشنطه كده خلاص انا مش محتاجه اي حاجه تاني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لما اجي اولد يعني لما اجي اروح بالسلامه ان شاء الله للولاده يكون لابسه لبس مش يعني مش غالي قوي بحيث ان هو ما يبص ولا يتبهدل مني تكون حاجه كويسه عشان لو اتبهدلت تبقى الام ايه تبهدل الحاجه تبهدل الهدوم بتاعتها. فان شاء الله كده انا خلاص خلصنا الشنطه ديت مش عارفه مين اللي هيشيلها. لا مش تقيله قوي خفيفه زي ما انتوا شايفين كده شيلنا بقيه الحاجه اللي احنا هنشيلها خلاص قلنا الصوت مش بناخدها كلها كل حاجه كده معانا زي حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين والهدوم وكله. فناقص بقى ايه ناقص اهم حاجه نسيناها الليفه بتاعت النونو ان شاء الله لما يجي والسلامة هنجيبها له او نجيبها لها زي ما حبايبنا بيقولوا. بس انا باكد كلام والله العظيم بنت والله اعلم الوشاعه بقى بتضحك علينا احنا ما دخلناش جوه علم ربنا. ويا رب الفيديو يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس استنوا لنا كل جديد يا احلى اخوات وبدعمكم بنكبر وجودكم جنبنا. وان شاء الله ادعوا لي يا حبيب قلبي ان انا اقوم بالسلامه وهخش بقى تحديات وحاجات جميله جدا طبعا مع محمود وهوريكم بقى ايه الصحر بتاعي زمان مش دلوقتي. هو ما دلوقتي بيستغلوني يعني عشان انا ايه خلاص مش في على الاخر. بس ان شاء الله باذن الله نعمل فيديوهات قويه واحلى واجمل من كده. واختاروا لنا اسم بنوته جميله واختاروا لنا اسم بنوته جميله انا بقول اهوت عشان حبايبنا ما يزعلش. اختاروا لنا اسم بنوته جميله وانا ان شاء الله اي اسم بنوته بس هتكون بحرف الالف عشان محمود مش عايز يبقى حرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.